راح صياحكم احلى طرب. خساره نادي الزمالك امام طلائع الجيش وخروجه من دور ال 16 فضيحه كارثه يتحملها مجلس اداره نادي الزمالك الفاشل باقتدار. الفاشل باقتدار. مركز شباب الزمالك اللي كان بيلعب النهارده ده كابتن عارف. انا بص انا اقول لك مركز شباب الزمالك مش نادي الزمالك. لا انا ثواني عبد الله ثواني عبد الله وبعد كده معلش هو الكابتن بيقول لك كابتن وكابتن الزمالك ما ينفعش كده لازم اقول كده. لا هو كابتن محمد انا عايز اقول حاجه نادي الزمالك بس لا معلش ما ينفعش نستقل بنادي كبير بتاريخه ونحطه في الشباب. لا 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 انا مش بستقل بتاريخ. انا زملكاوي اكتر من اي حد. انا زملكاوي اكتر من اي حد. ايه مركز شباب دي؟ طيب مركز شباب دي ان الناس سمحوا بكده ان المجلس الاداره اللي موجود على ايه ما اعرفش. الله اكبر ادماغكم عظيمه الله اكبر. يعني هو مدرب فاشل وانتوا تقعدوا تقرروا فاشل زيكم. قلت لكم احباب مجدي انتوا تخيلوا بقى المدرب الفاشل ده لو عيه او مشي او جرى له اي حاجه هيبقى مدير فني لنادي الزمالك. احمد مجدي بيحط تشكيل غلط اللي بيلعب الناس كلها غلط اللي بيجرى وحبتهم بيخش البيت اللي جنبهم. احمد مجدي هيبقى مدير فني نادي الزمالك ده جاي من الاكاديميه. احمد مجدي هيدرب نادي الزمالك من قله المدربين نادي الزمالك الجهل اللي وصل لغايه كده. مفيش فكر خالص يا كابتن حسين السيد المسؤول عن الكوره. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حتى البطوله المحليه السهله فشلنا فيها احنا نبقى تريقه للصبح دول هيمرمطونا. لا مش عارف هنمشي عاملين كده.